أهلا بكم من جديد، بيت للكل. نعود إلى استوديوهاتنا في القاهرة، نعود لمصر، وبعد حلقتين من الخيال في فلسطين. اسمحوا لي في البداية أرحب بكاثي وياسمين، اللي بجد احنا افتقدنا كاثي أكيد ياسمين في حلقات فلسطين، لكن صدقيني كاثي وياسمين حلقتين من الخيال. يعني بعد اللي شفناه في فلسطين، الصمود، الجمال، التحدي، حياة الناس اللي بيعدوا على المعابر والابتسامة من هنا لهنا، حياة الناس اللي بيروحوا المدارس وهم سعداء رغم ان الاحتلال ممكن يبقى واقف على ابواب المدارس، بجد تحدي كبير جدا، واحنا مكملين معاكم التحدي يا ياسمين. اكيد انا بدي ارحب فيكم كمان مره، وكافي اكيد كنا مفتقدينك ونتمنى تكون معنا في الحلقات ان شاء الله. وهي فعلا رحلة من الخيال كانت لفلسطين. قديش احنا كنا سعيدين بوجودكم وبوجود حازم والطاقم الجميل الرائع اللي ترك بصمة في قلوبنا، واحنا اشتقنا لكم كمان في فلسطين. كانت رحلة جميلة. انا حابه احكي بعدين لكاتي كل الكواليس اللطيفة بقى، حابه احكي لك. خلاص انا بتشوق جدا لاعرف تفاصيل هذه الحلقات. وللأمانة كانت حلقات ساحرة، المشاهد العربي كله اشتاق لأن تظهر فلسطين كما ظهرت بهذه الحلقات، فيعطيكم العافية. الله يعافيك.